نسيب حضراتكم بقى واحنا في اخر ايام عيد الاضحى المبارك، كل سنه وحضراتكم طيبين. ويمكن الحقيقه الاهلي عودنا دايما وفرحنا دايما خصوصا في المناسبات والاعياد. هنشوف مع حضراتكم تقرير كده جمعنا لكم فيه اهم اللقطات والاهداف والانتصارات اللي حققها النادي الاهلي في الاعياد، ونرجع لحضراتكم في السادسه. يلا بيبو انفراد والتالت، خالد بيبو، خالد بيبو، يومك يا عريس، يومك يا عريس. احتفل الشعب المصري منذ ايام قليله باول ايام عيد الاضحى المبارك، حيث ترتبط الاعياد بذكريات متباينه بين جماهير الاهلي والزمالك في الاعياد، حيث اعتاد فريق الأهلي على تحقيق العديد من الانتصارات والبطولات، انتصارات كبيرة ولقاءات حاسمة اعتاد الأهلي على تقديمها كعيدية لجماهيره، منها التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2001 في عيد الفطر بعدما فاز على سان داونز، وفوزان على الزمالك في القمة، وانتصارات مدوية أمام الترسانة وسيمبا والألومنيوم. انتصارات الأهلي الكبيرة استمرت في الأعياد بتسجيل سداسية حمراء في شباك الاتحاد السكندري، حيث نجح الفريق الأحمر في تحقيق فوز عريض على زعيم الثغر خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك عام 2005 بالانتصار بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز موسم 2005-2006. وحقق الأهلي فوزاً صعباً على وادي دجلة الموسم الماضي ضمن الجولة الثالثة للدوري الممتاز في المباراة التي تزامن موعدها مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وسجل هدف الأحمر صلاح محسن بالدقيقة 80 من زمن اللقاء. كما حقق فريق الأهلي فوزاً كبيراً على نظيره الألومنيوم بنتيجة 6-1 في الدوري المصري الممتاز موسم 1995-1996، وتزامن موعد المباراة مع ثالث أيام عيد الفطر المبارك عام 1996، قبل أن يحقق الفريق الأحمر فوزاً عريضاً على فريق الترسانة برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في أول أيام عيد الفطر المبارك موسم 2003-2004 بالدوري الممتاز، حيث حملت أهداف الفريق الأحمر توقيع كل من سيد عبد الحفيظ وياسر رضوان ووليد صلاح الدين وأحمد بلال. وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بهدفي مؤمن زكريا دون رد في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز في 21 من يوليو 2015 الموافق رابع أيام عيد الفطر المبارك، وسجل مؤمن هدفي المباراة ليقود الأحمر لفوز غالي. خلال مباريات القمة التي أقيمت في الأعياد، لعل أبرزها مباراة القمة التي أقيمت في ديسمبر 2006 والتي وافقت أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث فاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في لقاء القمة 98 بالدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2006-2007، وسجل هدفي الأحمر فلافيو. الثنائي الأهلاوية مش ممكن مش ممكن مش ممكن مع الأهلي مش ممكن وتكسر.